أعزائي المتعلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية ومكون التعبير الكتابي، والدرس تحت عنوان تكملة نص حواري. ويهدف هذا الدرس إلى أن نخطط لكتابة حوار، أن نحضر المسودة للموضوع، وأن نكتب في الأخير الموضوع. إذن قبل ذلك نتعرف على ما هو الحوار. في نظركم ما هو الحوار؟ نعم، جيد. إذن الحوار هو أسلوب من أساليب التعبير التي تتطلب حديثا بين شخصين أو أكثر في موضوع معين. كما تعلمون، الموضوع بين شجرة السرو والسفرجل، ويكون على شكل سؤال وجواب. لتستأنسوا ما هو الحوار، سأترككم مع فيديو قصير تشاهدونه، وبعد ذلك سوف نشرح أسس كتابة حوار. كان داخل المقلمة ممحاة صغيرة وقلم رصاص جميل. قالت الممحاة: كيف حالك يا صديقي؟ أجاب القلم بعصبية: لست صديقة. اندهشت الممحاة وقالت: لماذا؟ فرد القلم: لأنني أكرهك. قالت الممحاة بحزن: ولما تكرهني؟ أجابها القلم: لأنك تمحين ما أكتب. فردت الممحاة: أنا لا أمحو إلا الأخطاء. انزعج القلم وقال لها: وما شأنك أنت؟ فأجابته بلطف: أنا ممحاة وهذا عملي. فرد القلم: هذا ليس عملا. التفتت الممحاة وقالت له: عملي نافع مثل عملك. ولكن القلم ازداد انزعاجا وقال لها: أنت مخطئة ومغرورة. فاندهشت الممحاة وقالت: لماذا؟ أجابها القلم: لأن من يكتب أفضل من يمحو. قالت الممحاة: إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب. أطرق القلم لحظة ثم رفع رأسه وقال: صدقت يا عزيزتي. فرحت الممحاة وقالت له: أما زلت تكرهني؟ أجابها القلم وقد أحس بالندم: لن أكره من يمحو أخطائي. فردت الممحاة: وأنا لن أمحو ما كان صوابا. قال القلم: ولكنني أراك تصغرين يوما بعد يوم. فأجابت الممحاة: لأنني أضحي بشيء من جسمي كلما محوت خطأ. قال القلم: وأنا أحس أنني أكثر من ما كنت. قالت الممحاة تواسيه: لا نستطيع إفادة الآخرين إلا إذا قدمنا تضحية من أجلهم. قال القلم مسرورا: ما أعظمك يا صديقتي وما أجمل كلامك. فرحت الممحاة وفرح القلم، وعاشا صديقين حميمين. أظنكم لاحظتم أعزائي المتعلمين أن الحوار تضمن مقدمة في البداية. فالعنصر الأول للحوار هو المقدمة، وتمثل تمهيدا لموضوع الحوار. فالمقدمة ستكون هنا هي: بعدما صمتت شجرة السرو أياما وهي تشاهد مذهولة براعم السفرجلة تتحول إلى زهور ثم إلى ثمار، أخذت تحدث نفسها قائلة: يا لها من شجرة عجيبة، لقد أخطأت في حقها. يأتي بعد ذلك أن نتعرف على أطراف الحوار، وهم الأشخاص المشاركين في الحوار. هنا لدينا شجرة، نعم أحسنتم، السرو والسفرجلة. ثالثا يأتي موضوع الحوار، والموضوع الذي يدور حوله النقاش أثناء الحوار. فالنقاش هنا سيدور حول، جيد نعم جيد أحسنتم، إذن حول البثور التي ظهرت على السفرجلة. وهناك أساس أيضا في الحوار اللي هو الخاتمة، وفيها يتم الوصول
إلى الهدف من الحوار، كما يمكن أن يختم الحوار بتوجيه الشكر من أحدهما للآخر. وفي النهاية هناك عدة نقاط يجب مراعاتها حين تبدأون في كتابة الحوار. أولا، يجب استعمال فعلي القول والجواب في بداية الحوار مع ذكر اسمي المتحاورين. في هذه الحالة ستقولون: قالت الشجرة، ردت السفرجلة. ثانيا، وضع نقطتين رأسيتين كما تلاحظون بعد فعلي القول والجواب. مثلا أقول: قالت الثروة، نقطتان رأسيتان، وأتم الحوار. ثالثا، وضع كلام المتحاورين داخل علامة التنصيص. هناك علامات عدة لكن اخترت لكم من بينها هذه العلامات. وفي النهاية وضع شرطة أو خط في بداية السطر كلما تغير المتكلم. لاحظوا هناك خط قبل قالت الثروة. إذن أعزائي المتعلمين، المطلوب منكم الآن بعد أن تقرأوا وتعيدوا قراءة المقدمة التي تقول: بعدما صمتت شجرة الثرو أياما وهي تشاهد مذهولة براعم السفرجلة تتحول إلى زهور ثم إلى ثمار، أخذت تحدث نفسها قائلة: يا لها من شجرة عجيبة، لقد أخطأت في حقها. إذن المطلوب منكم قبل أن تبدأوا في كتابة الحوار أن نجيب على هذه الأسئلة: مما سخرت الثروة؟ نعم، إذن سخرت الثروة من البتور التي ظهرت على أغصان السفرجلة. جيد، وإلى ماذا تحولت بتور السفرجلة؟ نعم، جيد، إذن تحولت البتور أولا إلى براعم صغيرة، تلك البراعم تحولت إلى زهور، وبعدها الزهور تحولت إلى ثمار. إذن الآن حان وقت أن تكملوا هذا الحوار الذي يدور بين الثروة والسفرجلة. إذن أتمنى أن تتمموا الحوار، ونتوقف عند هذا الحد في هذا الفيديو.